فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع الاستعادة في كل ركعة؟ لا، هذا مر بكم أنها لا تكرر الاستعادة في كل ركعة، فإنما هي في الركعة الأولى فقط، نعم، بعد الاستفتاح. كما أنه لا يكرر الاستفتاح فلا تكرر الاستعادة. أما البسملة فهي تابعة لأول السورة، إذا أردت أن تقرأ من أول سورة تأتي بالبسملة قبلها، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.